عربية ب 25,000 جنيه؟ ده الكلام اللي انتشر بسرعة كبيرة جداً الفترة اللي فاتت عن عربية اسمها نانو ب 25,000 جنيه بتكييف وبتستهلك 1 لتر بنزين لكل 30 كيلومتر. وطبعاً ده خلى الموضوع ينتشر بسرعة كبيرة لأنه بيحقق الحلم اللي بيراود عدد كبير من الناس خاصة محدودي الدخل. الحقيقة أن مستخدمي الفيسبوك اتعرضوا لخدعة كبيرة جداً لأن الموضوع طلع إشاعة ومش حقيقي. الغريب أن البوست ده كان فيه عنوان وأرقام تليفونات، لكن طبعاً كلها وهمية ومش موجودة أصلاً. ياريت مش كل اللي يتقال على الفيسبوك نصدقه، وياريت كمان نقدر فعلاً نشوف عربية بالسعر ده لأنها تحل مشاكل ناس كتير قوي، مع أني بصراحة مش شايفة أن ده مستحيل.